السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية المهمة جدا، أمطار عاصفية وثلوج كثيفة وأمطار غزيرة بإذن الله مع رياح عاتية إن شاء الله، وما زالت التوقعات ثابتة بدخول أمطار عاصفة خلال الأيام القادمة، وسوف نقدم لكم المدن المعنية بالتفصيل. وبيسع عليكم أخوتي ما تنسوا الدعم واللايك وتشاركوا القناة، وشكرا لكم جزيل الشكر بإذن الله. والآن سوف نمر إلى التفاصيل، فالمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا كل شيء بالتفصيل وتوقيت دخول الأمطار إن شاء الله. نسأل الله التبات لهذه الخيرات، خير كبير قادم إلى المملكة إن شاء الله. يتوقع إن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء دخول هذا المنخفض تدريجيا من العيون بإذن الله، وكذلك الأقاليم الجنوبية المملكة، وكذلك بوجدور بعون الله وطنطان وطرفايا والعيون وقلبيم. سوف تعرف التساقطات والسمارة أمطار غزيرة ومعتبرة، وسرعان ما تتجه هذه التساقطات المطرية إلى الجنوب الشرقي وعلى قلميم وطنطان وأشت وطاطا وتونفيج وتيزنيت وفومزقيد وترودانت وأكادير وتاليوين وزرزات، وكذلك شيشاو وصوير ومراكش امتانوت وطار، كذلك غزيرة على تبانت وتساقطات ثلجية كثيفة على أمزميز وكيمدرو، وكذلك أزر أمطار حاضرة على تبانت ولا تفرج بإذن الله أمطار غزيرة ومعتبرة. سوف تستمر هذه التساقطات المطرية فترة بعد الزوال على الجنوب الشرقي بإذن الله على أشت وقلميم وطاطا وفم مزقيد وزقورة، وكذلك تارودانت وتاليوين وأكادير وبرزازات وتينغير بإذن الله ومرزوقة، وتساقطات ثلجية كثيفة فوق المرتفعات الأطلس الكبير على ميدة وتبانت وأوكيمدن وأزيز وإمتانوت وأسفي بإذن الله أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله. يتوقع بإذن الله يوم الجمعة إن شاء الله استمرار 30 دجنبر دخول هذا المنخفض التدريجي من المملكة، وسيؤدي لأمطار عاصفة على عدة مدن من المملكة وعدة مناطق بإذن الله، سيؤدي لأمطار عاصفة خصوصا على الجنوب الشرقي للمملكة على الرشيدية ومرزوقة، وكذلك تبانت أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله على قرامة والرشيدية وقلميمة بحول الله وميسور. سوف تعرف تساقطات أمطار غزيرة وطاط الحاج وبو عرفة بحول الله والرباط سطات دار بيضاء الجديدة القارب رشيد. سوف تعرف تساقطات أمطار غزيرة وقوية مع احتمال تساقطات ثلجية كثيفة فوق المرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، وكذلك أمطار حاضرة على الناظور والحسيمة والدريوش وأكنون وتاوريرت لافاس مكناس قرية أبو محمد وتاونات وإساقن وسيدي علال التازي وللمون العرائش أصيلة، وكذلك تطوار وطنجة وشوشاون بإذن الله والخميسات والرماني الدار البيضاء القارب رشيد واتزم زداوت الشيخ بني بلال تبانت على السراغنة أكادير بوعشيبة ومرتفعات الأطلس على إمل شيل وتبانت وكيمدن وتيزنيت أمطار وثلوج كثيفة إن شاء الله على زاوية الشيخ وإفران بإذن الله أمطار عاصفية وقوية. الفترة المسائية سوف تستمر هذه التساقطات المطرية ومنخفض جوي أطلسي قوي جدا، سيؤدي لأمطار عاصفية على وجدة والناظور وكذلك الحسيمة والدريوش وتازة وسيدي سليمان العرائش الرباط وفاس مكناس وتالا وإفران وكيكو وطاط الحاج والمناطق المجاورة. فما زالت توقعات بعيدة المدى، وسوف نعلمكم بجديد التوقعات خلال الأيام القادمة إن شاء الله. لايك ومتابعة وشكرا.